تتبهاراتك يلا نبي الابداع في زد بهاراتك وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا 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 زد بهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين لزد بهاراتك. فقرتنا هذا الأسبوع والأسبوع القادم بإذن الله حتكون الأخيرة في فقرة زد بهاراتك وفي برنامج زد رصيدك. بإذن الله أنا نستمتع معكم أعزائي المشاهدين، نستمتع مع كذلك النجوم معنا اللي يشرفونا كل ظهر المعتادين نجوم زد رصيدك شتة. بو 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 فيصل يمه عقله مبله ليه خايف من السجن يا ابو حامد؟ لا والله اخاف، خايف من السجن بما ضرنا احنا الخوف. اليوم فريقنا الاول حبيبنا صالح وكذلك عبد الله بن دفنة. هذا بس ياكل ما عليه، خلنا ناكل الصلاه. صدق ابن دفن انك من يوم دخلت المطبخ في حاجة عندك، ما عمرك طبخت هنا؟ الحمد لله في مفاجأة جميلة، يعني انا اطبخ هنا اليوم صح ولا لا؟ الحمد لله. انت بالغاز لا تحترق، انت تطبخ هنا زين. وين وين انت بحار حار الدرع؟ وين الدرع؟ وين اي درع؟ درع ايش هذا اللي درع؟ درع درع المطبخ. شوف هذا كان كورة، هذاك درع، هذا بالزبالة تعطيني اياه؟ ما هو بالزبالة يا رجال، الله اكبر. ايش قصدكم؟ فين كان الزبالة؟ يعني قريب عليها. انا انظف من دي على ذي. شوف انظف من مالي. لحية الغانم بروح اشغل المكيف حق الهنجر. روح 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 شغل المكيف وشغل الانوار، اذا لقيت انوار زيادة كذا شغلها. كذا عسى الدنيا ظلمة ما ادري انا. اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها. والله ما ظنيت ان في اكلة هنا اكل ويديهم بعدها كلها خويش. لا والله. شيء هاي ابو فيصل شيء خويش، كله خويش الطبخات. لا لا الله 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 يا شباب. انا ابو علي ما لابس هذا كبير. قصر سلامي انا يا هنبر يا مايح 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 ام كحل. تخيل كذا في الشاشه يشوفونك الناس وكذا شكلك وانت مرتب، ترى جميله. وانا شيف والله. كيف بس خالد؟ اشوف بندفنا تحس انها ضيقه. لا ممتاز ممتاز ممتاز، عادي يقدر يوسعها من داخل. ايوه يقدر عشان ما يشق. والله هذا كان عرف ديك يا ابو هذي تقول بها كذا اوكي مين عشان ما تشقها. بس ايوه شفت مرتاح ولا؟ اي والله قبل شوي كان ماسك عروق مخ ومن اول المخ ما هو لين هنا. اليوم اول مره ابو علي احس نفسي شيء. شو اسمه هذه؟ سلط سيزر سلط. هات واحد من الشباب يلا. اسمه فتوشه مسكين شباب السوريين يسمونه اسم الجنت ابو سلطه. محمد ها سلطه تعبوا تعبوا عشان اسم فتوشه دي من جزمه. والله انا جيتني صار يا مجيد تعال مشاهده تعال صالح في لمبه طافيه شغلها. صالح نبت لك شيء برا المطبخ؟ شلون يعني لك شيء برا المطبخ؟ لا لا سلام. لك شيء برا المطبخ؟ انت لك شيء برا المطبخ؟ قلبي لك برا. عبد الله بندر لك شيء برا توجيبه؟ ترى تطلع القرعه ما لها تخرج نهائيا الا على سطح عصر. الله نهائيا مره مره. لك شيء برا محمد؟ لا يلا خالد التوضيح شال 6 دباب ماي. يلا شباب يلا هذا قرعه شباب. مو موجود عندك كل شيء موجود. يلا شباب شارب 6 يلا تعال تعال عبد الله تعال تعال. يلا شباب امسك سرعه سرعه. يلا شباب يلا شباب هاي لبسته زين شلون؟ ممتاز يا بندر شوي نعم ايش بدال؟ خمول جدا يا اخي. انا امس نايم بدري انا نايم بدري، قمت اليوم الساعه يمكن 10:30 11 الا احس في راسي تنك كذا يمشي. ترى معروف يوم الاثنين ما ادري ايش السالفه. ايش السالفه؟ الاثنين يوم الاثنين سبحان الله الله اكبر الله الله من العلامه هذا مجيد من فوزان لانه انت تخيل شوف تذكر اثنين. ايوه ايوه هذا ايوه يوم الاحد واحد، يوم الاثنين اثنين ثقيل، يوم الثلاثاء اثقل. انت طيب انت الاربعاء يا مجيد ايش هذا انفورميشن؟ الخميس اتعب شيء.
والله انك ملخبط يا يوم الاحد هو اللخبطه يوم الاحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انت رزقهم ابو علي. كيف الطبخات يا ابو علي؟ سهله جدا سهله جدا. تعال 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 قدني. يقعد ولا يوقف؟ لا يقعد لا اصلا واقف وقعد الحين. ايش الطبخه؟ لا 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 سهله. تدري وش قصده؟ سهله الحين يجيب لك طال عمرك يجيب لي عيش هوائي مع دجاج بري اي شيء اتوقع عيش هوائي بحري. يلا يلا حط حط بسرعه يا ابو حمد. طبخاتنا بحريه بحريه نايم بحريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اجل الطلب كل محب البحريات اكثر. ايش هذا كلام؟ لا اله الا الله. ما عاد بقى له جيم مغاطي كذا تريح على وجهي. صح ربطها ربط من هناك ولا من هنا؟ مجتمع. يلا مجتمع اطبخ مجتمع كامل. لازانيا بالخضار ياو قواقع محشيه. وش قواقع؟ لا عز الله انسجن. وش مقادير الصجر؟ ايش هذا؟ ما جيت تقاوت؟ لازانيا مكرونه. وش لازانيا؟ روح تقاول شايبونك هناك. مكرونه وخضار شايبونك هناك شباب. حتى انا التقييم جاك 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 كلمني كلمني. انا لا صح ولا لا؟ ان شاء الله. تعرف اللي ما تعرف هذه؟ يلا يا شباب مقادير ولا؟ ترى سهلة شباب. يلا شباب يلا. سهلة يا صالح. صالح مقادير وش يا صالح؟ مقادير اصبر اصبر مو بشيء. طبخات سهلة ترى لكن ما يبغى. يا فريق اول مقادير فريق اول بسرعة تعال عندك مقادير. يا ولد انت ما عندك انسانية. عندك انسانية انت تعال اقول لك. احسن الوقت احسن الوقت. ورقة الفريق الاول اللي هي لازانيا بالخضار والفريق الثاني قواقع محشية. حبيبنا ومخرجنا الرائع طلع لنا كاشة المقادير لازانيا بالخضار. كاشة المقادير الشباب هذول طالبين مقادير. ها آه شباب والله يا سهلة طبختنا الحمد لله الحمد لله. يصبر ابو علي يا شباب انا موجود الحزين قيمة ثلاث متعات اطبخ عشان كذا خلنا نفسك فرحان. والله يا سهلة ليش تقعد يسولك على كلمهم؟ والله يا سهلة والله يا سهلة طبختكم جدا سهلة. قواقع خبرتي انا اتوقعها من اول. هو نعم وحش انا محشيها محش. ها ايش قواقع؟ هي سهلة اتوقع. لا قواقع طيب احنا نبغى نتصور احنا عرفنا شيء محشي لا خلاص شيء يعني. خوخ هذا الشيء. شوف انا بشوف المقادير الشيء اللي ما بعد شفته في حياتي اكيد انها القواقع بحشي فيها لو هذا كبر ابد. اقدر اخذ مقادير اتصال؟ تقدر. ها؟ جرب اشوف المقادير اذا سهله. لا لا ايش بناخذ اتصال؟ يعني تاخذ مقادير واتصال في نفس الوقت؟ لا يا حبيبي عادي عبد الله مقادير واتصال واحد يجي عملك. اسحب الازرق اسحب الازرق مقادير واتصال واحد يجي عملك. مالك مالك خليه يقعد يسولف خليه يقعد يسولف. ابو علي اليوم خاطر لا والله نتكلم جد عشان كذا اليوم لو خذنا مقادير اسمع خذنا مقادير ب 50 اتصال 150 200 200 وقلنا 60 والله قلت نعم كل واحد 300 ولا 200 الحين لو جاك يا حبيبي جمهور تعب وشقى وعانى ومدري ايش وجاب 400 ريال تركت تطبخني في المطبخ اذا انت المطبخ اذا انت حاط رجلك في المطبخ وقاعد تتمشى ويجي اليوم الثاني فهذه جريمه. طيب ها وش رايك؟ نجيد حسين نجيد حسين عنده حد انا من رايي ليش؟ شوف انا من رايي ترى يعني فريقكم زي كذا صبر وكل عام تستشيرني يا صالح ايش بين الفريق معكم؟ طيب عندها احد ندق عليه؟ امي ولا امك؟ انت معك رقم؟ لا في رقم شيفه. امي ولا امك؟ في رقم شيفه هنا. امي ما بعد عرفت القواقع في حياتي. في رقم عندكم يا شباب جابها لكم صالح؟ لا ما جبتها بس شيفه معروفه عندهم حقت العيال كلهم. ما في حقت العيال كلهم هي واحده بس. اي طيب واحده هذي خلاني هي في واحدة يا يعني انك انت جايب الرقم يا خلاص ما تعرفون طباخي ما في احد من اخوياكم شيف دينا بتحصلون من كم الصادرة لا لا في شيفة حقت من درع عليه خلونا ندق عليه شيف قول له حسين جيب رقمه من عند مندرب جيب رقمه نلعب على بعض موجود عنده في المكالمات السابقة لا ما هي اي والله صدق بلا حلا اتصل من لغة البيت
الصادر ولا وارد يسوى الناس اللي لم يرد عليه. قضي على البيت؟ قضي البيت يلا. هلا والله يا شباب خلاص؟ طلع طلع لهم يا بالي. باقي من ساعة. لا تغربلنا وتجيب طبخه ما نعرفها يا ابو علي لا تغربلنا. ركز في المقادير عشان ما يجي بوكس. يرحم الله. اي والله نظام تحط لي خبزه جمريه تحت الكنافه هذه ما يمشي عندك. وش ذا؟ خلاص غلط. ما تخليها علينا والله. وقف 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 ابو علي اسالك في بعض المقادير الموجوده هنا حاليا. الحين انا نبغى القلم نناطر المقادير تبع عزبتكم ولا تبع المطبخ؟ وش رايك اقدح من راسي؟ ما تجيبوا حتى قلم حتى لهم جايبين ايش هالفريق مرجان. هذا المقادير هذا المقادير اتصل بس ما عندنا رقم. عندي لك خبر سيء ابو علي. عبد الله بن دفنه هذا حطب ولا قرفه؟ صبر صبر والله معلش خالد هذه قرفه ومعروف في كل مكان والله ما شلتها من جيبي. هذا يبيعونها في كل محل حتى كلها تاخذها. ما سالتك يبيعونها في كل محل؟ اي تقول سالتني تقول قرفه تقول قرفه ولا حطها؟ لا السؤال هو السؤال انت سالتني السؤال هل حطها ولا قرفه؟ لا هذا قرف 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 هذا قرف ابو علي ابو علي لا لا هذا قرف سالت تحت ابو علي ابو علي تعود من البش زين تعال ايش رايك ابو خالد حام؟ ليش نتصل على ما على شيفو عندنا شيبي سي خالد خالد شوف ليش ما هو يعلمنا؟ شوف تعود من يا اخي فك فك ليش ما تصل يعني انك ما تقصدها؟ لا ما اقصد شيء يا اخي انا اسوي انت من بنبا يا عم كونا لا والله العظيم انا اردونا يا اسمع 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 انا اوكي انا بروح بروح عند الثلاجه ابو علي هذا الريحان يلا بسم الله يلا شباب تبغى مقادير ولا اتصال؟ سالك ابو علي من اللي بيحصلكم خذ خذ تبعك 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 حسين عنده حد يدق عليه ولد معك رقم لذولي يا ريال موجود ابو علي ليش نتصل؟ ابو علي وين وين خذ شباب 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 ليه ابو فيصل؟ رقم خاص فيني طيب ابو علي روح بندق عليك بالله شو صار؟ ابو علي هذه وش؟ والله ابو علي موجود مقادير بوكسمان شو يسوي؟ القوقع هذا شو اسمه شو اسمه؟ قواقع محشية قواقع يا حبيبي يا مخرج يا طلع لنا القواقع المحشية للفريق الثاني مقادير طلع لنا يا حبيبي كاشة المقادير كاشة المقادير عبد الله مين مفروم اي والله صح صح ها ايوه شو مقادير اه يا الفرمة فرمة اصبعي مسك تخيل اصبع واحدة بس مسكها بجسمها هذا كله ما شاء الله لحظة طيب اطلعها من رجله حطها على رقم دفتر كيف تترجمها هذا مش لنا مكعب ماجي لك 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 وش اسمه طيب لك شو اسمه هذه كيف نجيب لها مترجم تقول وجه اللعبة في طريق اي تقول وجه اللعبة ابغى تطلع برايم تيزر ايه وش وجه اللعبة ابغى تطلع برايم وش انت كيف اطلع برايم؟ بتطلع برايم؟ والله ما اريد اطلع برايم. بتطلع ذاك اليوم؟ اي والله قربت علينا والله. والله اول مره احس شعور سود الله وجهك يا ابن دفنه. ما حتى تعلمني. وات؟ ايوه عجل عجل باقي 15 ثانيه. جنيه وش اللي يعجل؟ جايب لي ما شاء الله. جنيه سهله؟ كيف جنيه سهله؟ جايب لي كتاب الاحياء ثالث ثانوي قاعد اقرا. يلا شباب شباب باقي 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني قواقع بالشميل 10 ثواني طيب لحم مفروم زيت بصل هو يقرا بصل الثوم طماطم صلصه الطماطم بهارات ايطاليه هذه يبغى لها مترجم مكعب ماجي فلفل رومي جزر دقيق بهارات ايطاليه جبنه سائله حليب جبنه موزاريلا القواقع بشاميل فلفل اسود ملح انا عرب ليش ما له دخل ما له دخل الوقفه ذي ما شافك قال رايح للسجن حتى وقفتك ذي واضحه انك رايح السجن والله كذا وقفته بالصوره حقت المطبخ كذا رايح السجن تكفون للسجن وديه والله ما لي حظ ابشر بالسعد يا بن دهن كفو اطبع اللي خليه لنا اياهم اطبع اللي خليه يطلع على كومته شوف امورك بعد اتصل ما شاء الله ما شاء الله يا كثر الدنيا كثرة عندنا يا كثرهم كثرة صدقان الصحن يا قل لهم الوقت ينفخ جنبك تجرير لذا يعيض الرجل في بعض المحن عن اصدقائه وشلته فعل امرأة رجل الله شوف سبارك يا ولد ها انا اعرف والله اللي فازوا سبارك صح والله اللي فازوا هذا السبارك الله جمعهم يرين الفجل لا لا ما هو السلطه السعوديه روح ذوقها تشوف ها اذا ما يجيك حكه في المخ الفجل هذا اي كله كله بدون طب عادي ناكله كذا بدون هذا لو بيتهم يطبخون لي عرس وش عاد بقره بنت صلى على النبي صلى على النبي يقول ما شاء الله لا لا يلا خلاص ثم يضربهم على عرقه شوف شوف هنا
بندر يطبخ. انا اشهد انا اشهد ان طبخه ما بينحرق ولا بيزيدون الملح. يا والله يا بعض الناس عبد الله عبد الله طبخ خذيني انا بطبخ على اقوى. والله هذا طبخ كبير هذا طبخ. لا بسيط الرجال انه شاب الرجال طبخ دقيقه وخذ وجيت انت كذا مدرع بينهم. جاء قال انا اتحداكم. قال حنا نتحدى واحد حنا اثنين وانت واحد يعني قصده ما في بالفريق الا انا. لا لا والله كبير عبد الله بالدفنه قويه. انا عندي خبر سيء لي صالح انه انت ما تعرف تركب اللوحات في السجن. ايش قصده؟ لا والله والله جد ميار مسكين المره الماضيه قال لي انا بساعدك ان شاء الله. اقول من الحين روح نام لا تسوي حركات ولا يسوي حفرة التنور بالله. هذه وش اسوي؟ هذه القواقع. كذلك انتم اعزائي المتابعين واعزائي المشاهدين شلون حشي من فرد. اعزائي المشاهدين واعزائي المتابعين تفاعلكم على هاشتاج زد رصيدك. لا اله الا الله الحمد لله. ارسل ارسل شو اسمه ذا ثم ارفقها بهاشتاج زد رصيدك 86. اكتب تغريدتك ثم ارفقها بهاشتاج 86. اي حاجه تبون ترسلونها عن الشباب انا بحاول اقرا. واللي يقول ابو حامد ما انت تقرا انا اقرا لكن انتم صادزين انتم. انا اقعد اقرا فوق 2056000 فوق 25000 تغريده بسبب الله يا رب. صب القهوه احنا قصب صب. والمشكله ترى كلها نفس الفكره يعني لما تاخذها كل شغل. لا 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 يعني اذا قالوا بالله كلم صالح يحافظ على رصيده هذا وش هو ويدش لنا عمل. انا اقول يا صالح سلمت يا حبيبي حافظ على رصيدك ودش عمل. يجي نفس السؤال بعد دقيقة لا جيبوا شيء جديد جيبوا حاجة جديدة جيبوا أسئلة للشباب عشان تقسم الظهر. جزر دقيق ما في يا ابو علي بالحيل بالحيل والهان جبنة سائلة سجاه محلها جوز جبنة مازريلا القواقع موجودة والبشاميل موجود والملح موجود. ها البشاميل يصنع طبيعة بموت ما جزت عنها. يا سلام واحد ولا اثنين ابو علي مكعبات مكعبات اعطونا خلاص اوكي 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 نبغى يا اسمع اسمع العلم تكتها لي طال عمرك ناخذ البصل اسهل اسهل عطنا طاوله كثير من الشباب ما زالوا ما يعرفون قواعد الطبخ ما يعرفون الادوات اللي يستعملونها في الطبخ ما يعرفون ان هذه الحاجه تزود في الملح ما يعرف هذه الحاجه يعني مثلا الماجي ما يعرفون ازود في الملح وانها يعني اذا حطيت تحط شويه ملح بس على هاشتاج زد رصيدك 99 يا رجال ايش ذا يا رجال؟ خلودي والله ما ادري هذا ريحان هذا ريحان خالد خالد طال عمرك نعناع مجفف نعناع طيب نشا في الاسود ابو كلمات اود الهوى اود الهوى او او اقساط وين ذا؟ معلم معلم لا خلصوا من اكو ايش فيه ابو علي؟ ابو علي ايش فيه؟ ايوه ابو علي ابو علي بقسماط ولا ايش ذا؟ هاشتاج اود الهوى زد رصيد 96 هذا مو نشا ذا 86 هذا مواليدي انا 86 والله اي والله 1986 صغير يا ولد وين صغير 86 شايب يا رجل والله انك العمر كله والله يا ابو الله يسعدك يا ابو حامد يا لحيت الغانم عجل علينا اقتلتك اقتلتك الشاعر هذا وشو ليت العمر يهدى بهديك عمري تستاهل الايام يا سهو الايام لو الهوى المحبوس في جوف صدري تظهر على العالم غشى العالم هيام تظهر على العالم غشى العالم هيام. هذا هو عندك يا سيدي اول مره عليه مره ثانيه مع السلامه عنده وعليت عن كل شيء يا محمد الذهلي يقولون ها خلنا خلص واحده ونخلص غير قطع لك قطع الله موجود عندكم شباب يلا اوكي
واقع شيء. والله هذه سهله طبخكم. تبدلونا تبدلونا. اي والله نبدل. اي نبدل ها. اي والله تم. يلا كلهم استدفع لنا 50 ريال. ها لا ما تدفع انت. بندر ابوي تبغى صغر من كذا؟ ها تبغى صغر من كذا ترى؟ لا خلاص كذا بس. ايش كذا ترى المفروض في مقايضه في المطبخ. تبون طبختهم تدفع اللي يطلب الفريق الثاني. ايوه خليكم طيبين اعطيهم 10 ريال وخلاص. والله ما اشمها من دون ال50. اذني اذني وشو يعني كيف ان طبختكم سهله وتجيبها يا ابو؟ لا ما سهله بس كذا عناد. اصلا اصلا من ذاك يعرف اطبخ طبختكم بس كذا بشوف عنك انا. ولا كلها اول مره اني مر ابو علي. هذه ما عليها خصم ازعاج الطرف الاخر الا عليها كيف؟ ما عليها شيء. ما دخلت الحدود انا جاي ساعه. ما عليها شيء. ابو حامد خرب في طبخته. والله بعض الناس بس جالس. والله بعض الناس بينسجن. والله بارك الله فيك يا ابو علي صغار يقعدوا الحوش حقهم ويسبون العالم. وعلى الحد بزانة. لا هو اللي ضرب ولا هو اللي كذا بس يتكلم. زيت تحت اضرب خلاص. بصل يقولون يبغون يسمعون تهادة الشمس لايف يا صالح بعد شوي. تهادة الشمس بعد سلطنة والغرور القرور أزرق. تهادة الشمس عقب سلطنة والغرور ملت وصدت وراحت من نحر ضيفها. صدت منها مثل صدت طوال الشبور عن كلمة الزايف اللي مطربه زيفها. تعالي اللي حضورك يفرق من الحضور مثل ما تفرق دهور الأرض عريفها. تعالي اللي حضورك يفرق من الحضور مثل ما تفرق دهور الأرض عريفها. محتاج لك حاجتي للضحكة وللسرور. لا آخر بيت آخر بيت. وعيونك اللي سهمها حد من سيفها. يرى يرى لا يحزنك هاجس الفرقة وكبت الشعور وظروفنا اللي شتاها حر من صيفها. أهم حاجة محبتنا وباقي الأمور زانت تزين وما زانت بكيفها. انت قهوة احنا مش طلع هذا الإخلاص في العمل. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. يزعل أبو علي منها ليش؟ يزعل أبو علي منها يا صالح ليش؟ لا ما يزعل. واحد ذل حد خلاص. شو ابو حامد؟ اقول لبك ابدك يا ابو علي لبك ابدك والحشاء. يقول انك تزعل منها اذا قلت اذا قالوا لك لا 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 الشمس بس ما ادري ما صوت احد ولا سامع احد يتكلم. لا قد غنى لكم منه ابو علي؟ والله ما ادري من جابها. ها؟ والله انك عقرب. تكفى في تكفى خاطر شيء خلينا نصحصح. مرجان ما هو الحين ما هو الحين باقي ابو علي. ارسل يا اخي حلم. عطنا عطنا صوت. ها حلم. سر بس سعد حلمك يتحقق. والله اني خاطري يا ابوي يا وجه حمدان. خاطري خاطري يا ابوي. تدري انك لو يعني اليوم ما فزت اني ابت بتحطم مع عنده انسانيه لو ما فوز. ابو علي القذور ولا غلط هم اللي يطلعون القذور صح؟ محمد الذهلي نبغى نشوده يمنيه الجالية اليمنية من الصين. ما شاء الله ضرب الصين يا ولد ما شاء الله عليك. الله يحفظهم. والله الصين شوفها تشاينا. الله يحفظهم ويوفقهم يا رب. والله من الصين يحاكونك يا حبيبي تستاهل. تريد جماط؟ ها؟ تستاهل الخير. الله يا محمد تستاهل الطيب يا ابو حامد. ابو علي خسرني يا ابو علي. انا متبرع لسه. سمعنا شيء يمني يا سيدي. عطنا كلمات. عطونا كلمات حبيبنا. اسمع ألف صلى الله. ألف صلى الله. ليه ما انت حافظ شيء يا حبيبي؟ حافظ بس اخاف اكرر لهم. يا لغة عبر يا لغة عبر الازمان صامدة رغم الاحزان. يا يمان غالية ما يذل تربك ثمن. عبد الله جيب لنا. طب هذه غالية. جيب لنا ملعقة خشب. طب غالية حقت الشيخ مشاري. لا لا ما حافظها يعني ما انا خبصها عنهم. يستاهلوا حاجه متقنه. وات يستاهلوا حاجه متقنه.
بسرعة يا عبد الله، ما عندك إنسانية أنت؟ ما زنت لي اليوم أبو فيصل. والله إني كسلان اليوم. اليوم خاطرك ما بلك. ماشي والله. لا لا هذا اذل اذل وما يسوي. والله إني ما راكم والله هي شيء. أفا؟ إي والله. والله أبو فيصل. بالطبخ بالطبخ طبعا. إيه إيه. لا لا هين أنا. أزيد بصل. يا اللي تبغى أنت لا تفلسف لا تبي تشارك تعال حرك البصل وبس اسكت. ما قصر دام يبغى يشارك. ها؟ دام يبغى يشارك أبو. انسجلنا دام يبغى يشاركني. والله ها قعدنا انسجلنا. اشتقنا انسجلنا. ما جرى منك وصار. انا بنكهة البصل. ما جرى بنكهة البصل. عبد الله لا عطنا فلكلور اماراتية. ساهر في ليلة قمرة وحبيب الغالي وياي خصم ليلة قمرة وحبيب الغالي وياي حرت من حرت في ش حرت من بدر اللي في شارة الله بدر فوق وبدر نقبا يا حدايا الله 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 بدر فوق وبدر نحيايا احب البر والمزيون الله الله احب البدو والاوطان وحبك قبل يا يدنون الوانك وانا الجيران احب البر والمزيون واحب البدو والاوطان واحب قبل لا يدرون هل يوالك ولا الجيران احب البر والمزيون واحب البدو والاوطان احب قبل لا يدرون هل يوالك ولا الجيران الله اسمع اسمع الختام والله اول شيء الحين من هو البلديه؟ ما ادري والله انا من رئيس البلديه بس الجيل السابق القادم ما ادري خلاص اخر بلديه تدرون بعطيكم متى يتوظف اليوم؟ اليوم يسلمونها قلاده الذيل اليوم ما ادري الذهري ولا من ما ادري لا يمكن محمد المسعود حرك حرك يا ولد لا يحترق القلب صغير لم موجود ان شاء الله محمد المسعود ليه كسب الاسبوع اللي راح؟ ايه كيف كسب المسكين الله ابراهيم؟ ايه ابراهيم هو اللي يجيب البلديه تخيل الحين والله؟ اي والله صار ابراهيم حق يجيب البلديه انا تدري كم بيني وبين محمد المسعود؟ جريمه تدري لو المطبخ اليوم ينحسب كان انا رئيس البلديه حتى لو ما اخذ الا 200 يعني لو خذيت انت المطبخ اليوم بلديه لا بس ان المطبخ يحسب الاسبوع الجاي يحسب الاسبوع الجاي بلديه الاسبوع الجاي والاسبوع الجاي ما عاد في بلديه خلاص لا في لا خلاص لا فيه. والله يقولون اخر بلديه الاسبوع الاسبوع الجاي في بلديه في بلديه وفي في مطبخ اليوم مطبخ لين الخميس وفي فقرات لين الخميس في كل شيء مره كل شيء مستمر ها في بلديه وفي ميزاده لكن اسوي صلاه شد حيلك شد حيلك لا الامور طيبه شد حيلك تطلع برا اي والله شد حيلك انت هيا محمد لبيه عطنا ود الهواء عطنا ود الهواء شد حيلك يا حبيبي ان شاء الله حبيبي يا رب طيب طيب ابو بعد قهوة يا ابو حات ها ها ما بقى هواء يا ابو عود الهواء عود الهواء يا حبيبي لك يخلوني ها يا حبيبي تدري ايش يقول امس يقول والله لا اوريكم بكره وفعلا خالد ايه شوف يا خالد شوف شوف خالد يقول لا شوف لازانيا زيت بصل ثوم لو يحطهم تحت بعض يا رجال يبي له صفحتين والله صدق خالد تدري شو يقول خالد قدم عرض على الدير الملكي ماني جسد الخلاف ابن دفنا انا اقول له توقع تفوز قال يعني ما حد بيطبخ حتى الطباخ نفسه ابن دفنا يقول توقع انتظر يا رجال الرجال دي حاكيني انتظر انا في دوجك خلاص تعلمت الصح تعلمت ايش يقول ابن دفنا ايش يقول بحدك ايش تقول يا خالد شوف كيف سوي انا ما شوف شوف بقولك شيء يا خالد ايش قال لك بنت دفنا قبل شيء اقول له توقع تفوز توقع تفوز احترقت قال لا ما توقع اتحلم قلت له يعني ما تحس قال لا ما عندي احساس بس اتحلم ليه تفائل بالخير تجد شوف يا ولد حرك من الناس قطع على الوجه انا متبرع بالسجن خلاص طف الوجه وش تسوي حرك عدل شوف قد فقعديه هو شوف 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 يوش الدنيا كذا ما كذاك ادري ما كذاك انت منظم اكثر من تقطيع للسلطه ها بعد مبسوط صالح
تفضل تفضل والله عطنا انا بقطع لكم تعال يا رجع ترى عطنا كم وجه خليك تجيبه ود الهواء ود الهواء عاد الهواء يا اليوم الظهر يقول بتسلم وضبت الدنيا سلامي ونشيد يا الله ما خرب بصرتهم خربت الورقة هذه ترى مالي مهمة جدا والله أباها مهمة جدا ايش رايك بس في التقطيع؟ اختار من اللهم خرب طبخاتهم ايش اللي تبغى تقول عودة عودة الهواء عودة الهواء ايش هي عودة الهواء؟ عودة الهواء بمعارج القلب ما فيه إلا خشية ربي حبيبنا معي معي خلوا الدش معي حبيبنا حبيبنا شغلة شغلة ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من حبيبنا من سكن طيبا سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذرى المعالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا حبيبنا من سكن طيبا سكن طيبا من سكن طيبا ونال نور المعالي بلغ المختار يا زائر سلامي بلغ المختار يا زائر سلامي بعث الآمال في ليل الحيارة حبيبنا نوره جل نوره جل نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا حبيبنا من سكن طيبة سكن طيبة من سكن طيبة ونال نور المعالي أقول لهم نيهاو دامهم في الصين يوم دخلنا جو قطع على الوريد يلا اشيل لك شيله انا معي مشكله انا في المطبخ صدق 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 قلنا صدق شوف احنا عندنا شغل كثير عندنا شغل كثير بعد عطني قل لي اعطيني صدى قل لي اعطيني صدى بشيل شيله بالله اعط بندفنا صدى واعطني سبكه خلينا نشوف ايش يبغى يسوي روح معك بيصبر قلب انت مشكل في هواكم والله على ما صعب يعين ما طيجي الغالي جفاكم يا سيد المزايين قلب انت مشكل في هواكم والله على ما صعب يعين ما طيجي الغالي جفاكم بالروف يا سيد المزايين الله ايش يقول ذا؟ خالد ليش ما في احساس؟ ليش ما في احساس؟ اخذت القهوه الانسانيه اللي سب القهوه ايش يقول هو؟ يقول قلب انت مشكل فيه هواكم والله انا خل هذا كل الكلمات وهذه حلوه عرفت لكن انت ليش وجهك طلع احمر ها ليش طلع وجهك شاد حالي ليش قاعد تتفرج هناك اخاطب الجمهور عشان يحسون فيه فين تخاطب فين اللي فوق يمكن غلط الكاميرا ذيك اللي فوق لا في السطح لان عينه عشان عندك المسار لازم يكون فوق ايوه ولو قلت كذا طفيت لا كذي اختنق هي نفسها طفيت الله يسعد الوجه خالد نبغى دوتو صالح مع احطه بسم الله احطه دوتو من انا ومن انتو محمد احطه يلا قاسي قوه بعد انا وش شغلتك تخرب انا وش شغلتي انت شغلتك طال عمرك تروح تخرب ذولا طبخه ذولاك كب ملح سوى اي شيء يخرب المناديل اين المناديل لا 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 لا, لا. في شفته في قصيده يبغونك تقولها عبد الله وش يا حبيبي
والله ما سويت شيء. تعال عبد الله تعال. والله ما سويت شيء. ها مسكتها ورديتها. بس ما سويت شيء. ما سويت شيء. لو خربت خرب. انا ما سويت شيء عبد الله. ما خربت. ابشر. المناديب ولا بعد راح اجيب مناديب. عبد الله تعال حرك كذا خلنا. كسرة خصم خصم. لا لا ما انفكت بس. اشو اشو. لا لا بس انفكت. اسمع الصوت. انفكت بس انفكت. يلا. سجه مع الهاجس طبيعة لي طبيعة با موت ما جست عنها أشكي على الخلق وارفع له يداي لا كثرة الأفكار يفك منها أما الكرم قد فزبحت مطاي حتى الفرس من شان ضيفه ذبحها خلوني يا كرم في حياتي وانا حي ولا مت ما ادري جثتي من دفنها سلامتكم منطوق خلقت في الدنيا ولا معي شيء وبروح منها ما معي شيء منها مسكين يلي تحسب الواجد شوي العافية لو تنشري وش ثمنها والله انك في عافية اذا قعدت بدون ما والله العافية والله العافية انك تحرك كذا والله ترك في عافية يا ابو ايه ترى ما هو بلازم تطلع من جد والله لا طلع الصهر قولك الصهر استغفر الله تنعلك بدفنا يقارون مني يقارون يقارون قيرة لا ما هو قيرة تعال بعلمك حاجة من اللي حلقك الله يكسر يد الشيطان من اللي حلقك الله يكسر يد الشيطان حلاقكم اللي هني هذا عشان يقارن القمازة خرب القمازة وش ليش تعليقات ايش فيها قصة مني ورا ورا القمازة قص مني قص وين القمازة حتى القمازة يبغى يقصها معه لا يبطي والله انت في غمازه هنا في الجادي صح؟ ايوه ودوم يوم اصور يا رجال ذي شدوك ما هي بغمازه اجل يمكن عندك جلطه دام في جواد سبحان الله تدري انك تنك تقول لي عشان اضحك تدري تدري ولدي محمد في غمازه من جهه واحده مين؟ بس الحمد لله هم من اليسار الله انه من اليمين ولدك محمد ولدك محمد كبر غمازتي وكالينا عاد تدري انك كسب شهر اكثر منك؟ قل والله اكبر من اكبر مني لا 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 كذا كذا لا 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 سب يعني سب؟ لا خذ راحتك صالح لبه الله يلبيك يا حبيبي بنسوي استفتاء في ذي بندفن اشيل شغلات ولا لا بس استفتاء فعلا قالوا لي اسمع الهاشتاج حق 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 بندفن ملكك انت اذا قالوا لي لا شوف اذا قالوا لي لا بشب شوف وش رايك يحطون هاشتاج سويد الله وياك شوف شوف خبر ذاك اليوم يقول لا شوف واحد يقول استغفر الله لبلانش هذا الصوت قل والله قل والله قل والله ما عنده انسانيه صراحه والله بده ايه انت خلي ما عنده انسانيه انت جرح مشاعري والله هذه خلها على جنب ها والله هذه خلها على جنب يعني شفت شفت نجم 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 صاعد تعال تعال يا بندفنا بندفنا تعال ايش كان شعورك يوم شفت ولدك الصغير داخل القريه وانت كذا ما ادري من هو ما ادري هو كبر كبر عليك ولدي اسمع اسمع ايش قال ايش قال اول كنا نلعب كوره شافه شعور واحد شاف كوره بينه ولدي ولدي هذا فعلا فعلا انك ايش اسمه يعني انك انصدمت يوم شفته او انك كبر او انك لا حس انه انسان يوم شاف ولده يعني علم علم الحقيقة الحقيقة أول مرة أشوفه أب الحقيقة الغائبة عن بات مثالية ولا بدون ما هي الحقيقة الغائبة عن عبد الله بن دفنة بدون مثالية بدون مثالية خلها مثالية لا توضحني ما تخليها علي ما أقدر أكذب أبو علي ما تخليها علي أنت دائما تنقصني عن المثالية أبضربك بالحق والله استانست أبا خلي الضغط يا صرنا كانت الدخلة غريبة كذي شوي متى دخل عليك أيوه كذا نلعب طايرة
ما ندري لين الولد دخل بيننا كثير نحسبه كوره مسكر ولدي لو بعدين قلتها بكل تعرف الفلاش الفلاش موب مسجل اقول ولدي ولدي ليش تفعل كذا يا ولدي ويوم شفت الولد اقول ولدي ذكرت الفلاش موب حقي ولدي يقولون الشباب ولدك اقول والله العظيم ولدي خايف لا ياخذونه لاني فرحان لو ولده طاح مثل طيحته كذا طلعها من مؤتمر الجمهور والله ما شفتها والله تكفى شوفني طيحت ولدي لا تشوفون طيحت ولده خلنا نشوفه ارسلوا لنا ارسلوا خلنا نشوفه واجد مشكله خالد قول للذهلي ينشد عمان يا وطني خلنا الدهلي يشتغل خلوه هذا اصبروا خلنا ناخذ 400 حق بني يشد لك وعلى كيفكم زحل ابو فيصل الشغل اهم الشغل اهم عمل الشغل اهم عمان اشوف ان فارس زد رصيدك السنه هذه بندر العلي الله يستاهل من يقول هذا بس ليه ليه يا بندر علي بعيد عليه ليه رجال طال عمره كل اسبوع المطعم عنده اذا ما طلعت برايم بعيد عليه بصر عندك والدنيا ليه انت تقول ليه هذا يسلم بلد هذا طال عمرك يمول القناة تدري قول ما اسمع قول ما اسمع تدري تدري بعض رواتب العمال تدري بعض رواتب العمال ما شاء الله قول ما شاء الله لحظه تدري اني سامع خلي ان العرف يتسلم منه العرف يتسلم منه والله رجال انا اصلي صلاتي اسمع اسمع اصلي صلاتي في المسجد ولا اخلي الصلاه والفقرات احضرها ورجيت بالطحون الله اسمه زد رصيدك يعني جد يعني ما نقص رصيدك قول لا اله الا الله والله صوص والله مرشينك ابو فيصل ابو فيصل قول لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله تبطحنا ولا ما تبطحنا حد يجي يناضد مرتين انت حد لا حد يجي حد يجي يناضد مرتين مرتين عشر عشر لحظه كم مره جتك البلديه؟ مره مره وعد مره واول الاسبوع اللي فات واول البرنامج انت ورا بعض كذا الاسبوع اللي فات ورا بعض كذا سريع سريع تدري الحين تدري الحين بيسوون مزاد شو اسمه زيد راس قهوه زيد رصيدك عشان ياخذها بندر بعد والمخبز كل شيء اعوذ بالله تعال تعال بندر تعال الحين عندك انت الناس الناس لحظه لحظه الناس اللي تبطح واللي تطلع فهمت امس امس اخذت في مزادك اخذت الشاورما يا رب لك الحمد هذا فضل الله عليك ما شاء الله تستاهل لكل مجتهد نصيب وقبل اخذ الناضج بكره بياخذ وش تدري تدري البقاله اللي برا اللي على الطريق شفت البقاله اللي على الطريق يا خالد اللي جنب المخبز اللي برا سوى لها مزاد اعطانا ابو فيصل الاسبوع الجاي انا قوي والله دليل على نفسي اذا فيه رزق والله باخذها لا اذا فيها جهد اسي بعض الناس تبطح لجا ابراهيم ايوه هذا قال ليه ليه دخلت ابراهيم والصلاه انا ابو حييك وين انا صدقوا ايش رايك يا ابو علي ها اعوذ بالله لا لا منها من هم هذول؟ ناس ناس وش سر علاقتك؟ والله بعض الناس بن دفنا يقولون ايش سر علاقتك مع حرف القين؟ حرف القين؟ علاقة لن تنتهي علاقة عميقة عميقة عطني قطعة قطعة في شيء ثاني بس خلنا فين عزل ما اقدر اعلمهم حبيبي صالح ايش اسمك اليوم؟ بن دفنا اسمي اليوم عبد الله من الشمال ولا من جنوب ولا من الشرق؟ ابو ظبي وش ابو ظبي؟ ايه لا لا اقول انت من فين من ابو ظبي؟ ابو ظبي نفسها العاصمه من ابو ظبي نفسها اي العاصمه ونعم مليون تتكلمون بالغين صح؟ ها؟ لا لا هذه فصل فيه من والله؟ اي والله حتى اخواني يوم قالوا شوفوا عبد الله بن مبارك ترى يعني حاولوا يرجعون اذا خليتوها 80 يوم واليوم تجون ترجعون ذي الفجوه لا حبيبي ماتت لا والله راحت حلو شباب بالتوفيق نبغى شيله بالفلبيني من صالح يا سلام حبيبي زمانه خرابين شيله في الفلبين والله ما اغلى يا سلام شيله اماراتيه اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء هاد حامد عيوني ازيد هذا اليوم ان شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء خطري حطي طالع خلاص حطيني تختم القران اليوم بعد العشاء اي ان شاء الله ما شاء الله تجي خالد عبد الله ترى انا ممكن تجيب العيد استفدت معك اليوم بعد العشاء اليوم بعد العشاء والله اني مشغول اي والله اني مشغول سؤال يا شباب ها صالح وبندر يقولون فقدوا سوالفكم وجلساتكم أيوة والله العصرية والله وكانت عند الكرك كانت عند وين؟ الكرك فين ذي الكرك؟ والله يا ابو حامد ابو حامد ابو حامد في رحلة ان شاء الله بعد البرنامج انا وصالح وبعض من الاخوان بعض من الاخوان بعض من الاخوان
سوف تكون ممتعة. عادي أجي معهم؟ يعني ما كلهم؟ ها؟ لا مو كلهم، هذه رحلة حساسني أنهم ميتين على مخوتكم، فكوا علينا. يمكن أنت معنا يا خبران. ما أريد معكم. يمكن أنت معنا. ما أريد معكم. قوية. أنا ما أريد معكم. أنت بتكونون عندي ولا أنا ما أكون عند حد. يا سلام. باقي تحتاج أبو ذولي. حبيبي. الجزر. إيه تو. أنت لا. أنت لا. كيف تو؟ أشوفك تجي توقح في الرياض. إيه. إيه والله. الله يا بعض الناس. الله يا بعض الناس. يا الله عيني 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 من ترى يا زلمه خالد خالد يا ابو علي شو يقول مطبع شو رايك نشتغل احنا هذا يحيي المسجنين هذا بيحيي الرعيات عرفه يا ابو علي ما قلت شيء ما قلت شيء خلينا نخذ اللبه لي كله ما عندي مشكله ايش قلت ما قلت والله العظيم جالس من هم يحيي الرعيات بس انا ورا تعال هذا ابو فيصل اللي لا ما لي انت سنان شينا خلينا انتوا الحين راضين عن انفسكم راضين عن انفسكم تريقوا فيكم لا لا تريقوا فيكم والله ما سمعناكم شيء انا يا حبيبي احنا لا يا كثير وش تستويل يمكن يا اخي راح ضحك اذا جريمه عليك انت من ذا الذي ترى ايش يقول ناس سجاياه كفى بالمرء نبلا ان تعدى معايبه معايبه لمين هذا اللي بيصير تنبي ايش يقول متنبي راسك تنبي حق مخك لا والله ايش يقول يقول سجل مع الهاجوس طبيعه لي ايش كاني سمعت انا اي هو قال سجل ورد انت بتنشتي ولا اخذ الايباد او الهوى حق 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 بمعالم القلب ما فيه الا خشيه ربي انواره بالحسن ساطعه بجلالها آي لذي اللب امداده سقيا ومرحومه تشفي غليلا واهل الصبي يا مبدع الأكوان خالقون إن كنت قد أخطأت في غير رحمتكم من ذا سواك يجير يا ربي من لي سواك يزيل لي وصبي من ذا سواك يعين يا ربي من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال مجهد صعبي أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشية الرب أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب أنداده سقيا ومرحومة تشفي غليل الواله الصابي تشفي غليل الواله الصابي صحبيه الصوت صحبيه أدمع الصوت بس حط صالح لا بدو على خلصنا لسه يا قلبي بندر شفنا الحين وين انا انسان ايوه بعد ما انت انسان ابغى اتابع بندر العلي في السوشيال ميديا ايوه تكتب في تويتر كل خير ان شاء الله عشان يطلع لي بندر العلي اكتب بندر يطلع لك على طول يوزر ايش هو يوزر يوزري B N D R B B N D D R R صفر 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 زير زيرو أربعة ثلاثة. أقول لك. هذا تلقى العلامة صح. عندي صح أزرق. صح أزرق. يعني مثبت حسابه. يا سلام.
سهل. طيب لو قلنا بنمشي من التويتر رحنا للانستغرام نفس الكلام؟ نفس الكلام، كلها حسابات نفس الكلام، من انستغرام سناب كلها. حلو، يعني بي ان دي ان؟ لا بي ان على طول، بي ان دي ار 0043 0043. طيب عندك قناه في اليوتيوب؟ لا مستقبل ان شاء الله، والله ماني حق يوتيوب انا الصراحه اكد عليك يا رجال. اكثر ما تلقاني في السناب انستغرام تويتر، لكن ترى من الحاجات المهمه في ان شاء الله المستقبل ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله، كل لان الاعمال كلها بنزلها، لان في بعض المشاهدين وبعض المتابعين يعني بعد ما تنتهون البرنامج يتمنى انه يشوف كندر العلي. لا لا فيها انا هو الاعمال تتطور، شوف احنا اعمالنا اللي يشتغل فيها يبي نطورها صراحه، تصير منها توعويه. حلو، الاعمال التطوعيه والاعمال كلها ما هو تصير كلها فهم مثلا نبدا عن الزيارات نفس الحكايه. الله يوفقك، يعني زي التقارير زي التقارير زي البرومو زي التقارير زي كذا في قناتك تنزل ان شاء الله. الله يقويك، هذا بعد برنامج جميل. تعال يا حبيبي، زيد الحليب، زيد الحليب عبد الله ابن داود. انا شاركت عبد الله، زيد الحليب ها يا رجال، انتبه على الطبخ بس بعد ما ننتهي من زيت رصيدك. الناس بتشتاق لعبد الله بن دفنه، تعرف انه ما هو بالسعوديه، في الامارات، وتبغى يعني تتونس، تبغى تلقى شيء مفيد، تلقى شيء يضحكها تونسها. اولا علمني يا حبيبي مواقعك الاجتماعيه، السناب، الانستغرام، تويتر، ايش يكتبون عشان يطلع لهم؟ عبد الله بن دفنه بيطلع، لكن مثلا اليوزر ايش هو؟ اتوهقني. السناب طال عمرك، الانستغرام وتويتر موحد الحمد لله. شو بن بالانجليزي بي ان بي ان بي ان بي ان اندرسكول دفنا دفنا، اعطنيها بي ان اندرسكول اندرسكول بن دفنا وعلي بي ان اندرسكول. تعال، لا 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 تعلمني، علم المشاهدين. لا الباقي الباقي صبر، لا تكتبه بخط كبير لاني ما بعرضه. ها ما بعرضه؟ لا انت عرضه. لا ما بعرضه، ما بعرضه، لكن علمني. بي ان ان اندرسكول اندرسكول ايوه، خلنا نذكر، اكتبه السيدي هني دي ايوه اف ان لا 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 الله الله. خلنا نتأكد، خلنا نتأكد، يعني اللي كمل يا خالد شيك على اسمي يا اخي، اللي يبغى يخش تويتر اي هذا تويتر وانستغرام، تويتر والانستغرام مكتوب بن دفنه بي ان اندرسكول دي اف ان. تأكد تأكد لا توهقني. لا 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 انا جاني ذا الحين اقول لها دفنه ايش تبغى؟ ها صح نفسه؟ ايه ما شاء الله. طيب السناب سناب السناب بدل اندرسكول 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 زين يعني بي ان دوت دي اف ان اي ايوه، ولا تويتر هذه بي ان اندرسكول دي اف ان اي نقطة دي اف ان اي. بعلي خلص خلص خلنا 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 الله يهديك استاجر. عندك عندك قناه في انستغرام ولا لا؟ في اليوتيوب؟ لا والله بس بسوي ان شاء الله. ايش تسوي فيها؟ ايش تحط فيها؟ لا تبع اعلام فيها يا قليل الخاتمه يا اخي، معك واحد قليل الخاتمه في المطبخ. طيب حبيبي انا صالح، الله يلبيك يا حبيبي، انا انسان احب صالح بعدين. لا صار صار قبل شيء بفقده في البرنامج، افقده بعد البرنامج. الله يعزك يا ابو حامد. ابغى المواقع الاجتماعيه صالح، ابغى تويتر انستغرام سناب. تويتر وانستغرام موحده، سناب مختلف شوي. الانستغرام شو هو؟ هذا اصبر 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 اي ال لا 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 نبداك نبداك اصبر، حركات كتابه شو اسمه الممرضين ذول ما ما تنعرف. اوكي اي ال ايوه، يعني اللي يبغى حساب
حبيبنا صالح يكتب فوق في البحث A-L-Z-H-I. بالله يتأكد زد حساب يعني هاي خلنا أشيك عليه والله متابعين ما يزيدون كل ما لهم يوقفون ليش يا أخي ليش ما في يوم إنسانية يتابعوني طلع لك صح زين أيوه دبل آر أي دبل آر أي أي دبل آر أي صح خلاص صالح يعني عيدها يا حبيبي A L Z I يعني يكتب في البحث فوق A L Z H I I R R R R I I هذا في الانستغرام وتويتر وتويتر وكذلك سناب سناب صالح Z اللي هو A L Z H I R I I نفس هذا السينكسون R نفس اليوزر لكن نقص R الله يوفقك يا حبيبي طيب صالح عنده قناة في اليوتيوب الله ودائما ازورها ودائما استمتع فيها الله يسعدك حقه حقيقه والله الله يسعدك مو من البرنامج من قبل البرنامج ومجاري حبيبي فيه انشوده دائما احبها احب اسمعها لاني شو اسمها من يلوم جدا لا من يلوم من لا واحده قديمه فيها يا بوي ايه الله يوفقك بس تدري تدري ايش خطاي متى فتحت القناه في اليوتيوب كنت فاتحها يمكن قبل 9 شهور فاتحها كذا تعرف اللي عشان تدخل وتعلق في قنوات ثانيه فاتحها كذا وبعدين فكرت بعقلي قلت ليش ما يعني انا الحين اذا دخلت اليوتيوب ابغى اشوف انا شيء صالح كله اكتب قناه صالح زهيري زهيري وتطلع لي تطلع قناه صالح زهيري الرسمي قائمه القنوات سبسكرايبر يمكن 26000 كذا ما شاء الله يعني الحين ادخل على اليوتيوب أكتب. واخش على القنوات واكتب اكتب قناه صالح الزهيري قناه صالح الزهيري او صالح الزهيري وبعدين تلاقي عندك فئات المقاطع الفيديو والقنوات القنوات. ادخل على القنوات تلاقيه قناه صالح الزهيري الرسميه بالتوفيق يا حبيبي وياك الله حبيبنا صالح يحتاج منكم انتم كجمهور دعم يحتاج منكم تشوفون اعماله اللي سواه ترى تعب انا اشوف انا اعرف المنشدين واعرف الحاجات اللي يسوونها ترى هم يتعبون في اعمالهم لكن الواحد ما يشوف الحاجات الحين مشكلتنا كجمهور نشوف شيء محدد يعني نعرف لصالح ثلاث او اربع دامين نشدها في البرنامج اللي هي هذه كلنا سلمى بن عبد العزيز وثنتين معها عند صالح اكثر من 16 نشيد خشوا على قناته في اليوتيوب استمتعوا بصوت الجميل هذا صالح فيها نشيد كثير منزلها باليمني وبالحاجات الحلوه حبيبنا محمد الذهلي عيوني انا بحبك قوي والله يا ذهلي والله ما حبيت الا اللي بيحبك ذهلي طبيق قلبي يقولون 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 الزمن نور اللي يحب محمد الذهلي ويبغى يستمتع بصوته ويبغى يستمتع بالحاجات الحلوه هذه يروح يبحث في الانستغرام او تويتر او السناب نعم كلها يوزرك موحده كلها موحده عدا السناب يعني ايش سالفتكم مع السناب انتم لان السناب اخر شيء نزل موحدة. اخر شيء نزل السناب و وعاد ناس ماخذ حسابنا طيب الحين انا داخل على البحث في الانستغرام او في تويتر ايش اكتب فوق اكتب محمد الذهلي محمد الذهلي بيطلع لي أيوة. ممكن واحد كاتب تحت محمد الذهلي مسوي حساب ثاني خلاص ابغى اليوزر نفسه MR underscore M R underscore underscore M H M H 101 M H 101 101 ايوه again M R M R underscore M H 101 والسناب نفسه بس ما 101 10 اجل انت اللي سواها انت اللي شال الون الاخير لا لا والله لا 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 لا, لا, والله لا ما ناقص الله يسعدك يا حبيبي عندك قناه في اليوتيوب والله بحسب كلام الشباب انه خلاص فتحوا قناه في اليوتيوب بس انا ما ادري مستجدات خارجيه جميل يعني بينزلون فيها نشيدك وينزلون فيها اعمالي كلها هناك حلو جدا مشاهدينا الاعزاء اللي يبغى يستمتع بصوت العذب محمد الذهلي يدخل في قناته في اليوتيوب يكتب محمد الذهلي يسوي ايش اسمها سبسكرايب
سبسكرايبز ايه ايه سبسكرايبز بعدين يضيف محمد الدولي واستمتع باناشيد محمد الدولي القديمه والجديده اللي حتنزل باذن الله بعد رصيدك. الله يقويك ويوفقك وياك. تعال يا ولد عطنا صفنين ولا بعد الفاصل. اللي بتقوله طال عمرك كلميني ان شاء الله اني ما انقطع من السعوديه وان شاء الله اني بشتري لي ارض وفله هنا طال عمرك وان شاء الله يوم بيعلوكم. ما ظنيت انك تسويها. والله ما انقطع من الناس السعوديه والله ما انقطع. كفو ما تحب للي يحبك يا ابو. الله يطول عمرك. امس كنا نسولف في الليل قاعدين الشباب هني قالوا بنشتري شو اسمه. خلاص اسكت هذه العلوم خلها بيني. انا جيت اجتهد عرفت. قابلت واحد حق عقارات في دبي. بتشتري عقار. ماني بصاحب. حلو. قال طيب شوف ابو ظبي روح بك في العين وروح بك بنياس تلقى يعني بأسعار حلوة تلقى. قلت لا وضبي غالي. قلت أبغى دبي كان صاحب. عاد الحين مقبلين على أكسبو. مقبلين على أكسبو. لا العقار طائر فوق. لا إله الله والله العظيم. تدري أنا أعطاني شقة قدي أنا عرض تدري بتعطيك معلومة والله يطول عمر حكومتنا بإذن الواحد اللي حد الله يقوي يا رب خير. يا عرض للمواطنين في دبي الواحد يشتري له شقة ب400,000 فهمت؟ جميل. ب400,000 ذكرها قبل 5 سنوات الحين الشقة تدري بكم؟ على 1,200,000 على ايش درى هنا 1,200,000؟ معروفة ارتفاع السعر. والله انا قال لي هذا قال شوف لان ارتفاع السعر لان كل ما يقرب اكسبو كل ما يرتفع كل ما يقرب اكسبو كل ما يرتفع لان اكسبو العالم كلها بتجتمع في دبي 6 شهور فالعالم تطير عقاراتها فهمت؟ فاتتنا والله فاتتنا. وعاد وين في جزيرة النخل؟ اها والله فاتتنا. اقول لك انا جيت اجتهدت وقلت كلمت رجال قال غالي عليك ابو حمد. قلت كم شفنا من طلع ونزل وراح وجا ودق عليه قال 1,250,000 شقه تمليك في الديره. زين نقول لهم اريد برا دبي شوي. قال اذا تبغى في برا دبي تبغى دورت لك لكن يقول ترى ما يبعد من بعض الاسعار. لا والله العقار عندنا وايد. انت الله يحييك انت في بلدك الثاني الرياض غالي. ابشر ادور لك يا رجال ارض كفو هنا. لا الارض غاليه هنا. ابشر ادور لك سياره كفو وارض كفو. الارض غاليه. ارض غاليه عندكم هنا. والله شوف العقار حاليا ملخبط مره ينزل ومره يطلع عرفت. لكن عادي خالي ارض الربع الخالي. الرياض غاليه معروف جدا. اي نعم خاصه شرق الرياض وشمال الرياض. جنوب الرياض. جنوب الرياض شويه ما يبغى عليه عرفت. وش الفرق بين الشمال والجنوب؟ الشمال والشرق هذيك احياء جديده واحياء كبيره وعرفت المساحه اللي يعني المساحه فيها شويه متفتحه. عرفت؟ فانت الله يحييك وابشر ندور لك اذا طقت في راسك ذا والله تبغى ارض وتبغى ولا فله ولا تبغى علمني بس عندي 5 أو 6 من اخوياي كلهم حقين عقارات مستمع. تبغى في مكه تبغى في جده تبغى في الرياض تبغى في ابها تبغى في بنغلاديش تبغى اي مكان. لا بنغلاديش ما في. لا يعني مستقبلين يعني. اسالك عن استوديو سولو ميديا. يا حبيبي. وشلون اللي يبغى يسجل فيه ولا سمعنا عنها اعمال جباره. والله شوف في عملين كانت عندكم هنا في القريه. هاي العمل الاخير حق منيف هو. لا تحرموني. الله. لا تحرموني صح؟ ايه. لا تحرموني لا كان عندنا. لا تحرموني انا الاخير علشانك اسمي. اي علشانك ولا تحرموني كلها كانت تحرموني عند من؟ كلها عندنا في صولا. محلكم؟ اي نعم. والله يا لا تحرموني انها قنبله نوويه. فانتم لا تحرموني من جيتكم ان شاء الله بعد البرنامج في الاستديو. انا ان شاء الله عندكم. وذا الحين باقي في طور في طور الافتتاح عرفت؟ باقي في طور الافتتاح يعني بعد البرنامج باذن الله بيكون الافتتاح. في الرياض هم؟ اي في شرق الرياض. عادي الله يحييكم. انا عادي تشلون نشل لك ليه لا؟ تعدلون صوتي؟ طيب ابو منديل ام الصوت نحط لك سولي بالعلباك. أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل. يلا نبي الإبداع زيد رصيدك يلا زيد رصيدك يلا زيد رصيدك يلا نبي الإبداع في زد بهاراتك وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا زد بهاراتك من خاقرك شيل يا أبو علي لو ياكل. الله يحييكم من جديد أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين في فقرتكم
زد بهاراتك. والله يحييكم من جديد، عدنا لكم من جديد والعودة أحمد، وعدنا كمان لأخويانا المتواجدين وأخويانا المبدعين. الله يسعدكم يا رب وجميع المشاهدين وأعزائي المسافرين في كل مكان. ودعمنا تغريدة هنا يا رب شتني تغريدة هنا ما الأمها حل ما الأمها زنع. ودي بعض العرب كذي قبل ما يغرد يمسك أصبع يقول أنت صح يوم ما غردتي هذه التغريدة، إذا شافها أنها صح وإذا ما شاف أنها صح يقصها يرميها للكلاب تأكلها. بعض الناس ما يعرف يغرد. يا أبو حامد زعلان لي يا أخي. ها يا زعلان يا أخي كيف حالك أنت أبو؟ يا أخي واحد نغرد تغريدة هني والله نطق المخ. ما عليك رجال. لا ما هو يعني لو مثلا قراها يعني ما شاء الله. لا لا عبد الله نبدا. طيب خلي رصك اللي ما يولد. اي ابو علي شو العلوم يا حبيبي؟ يا رب لك الحمد. والله يا ابو اللحم انها تستاهل. طيب حلو يقول لكم والله اللحم تستاهل. يقول لكم احد المغردين صاحب الخشم الكبير والوجه العريض والوجه الزين والعيون الصغار عيونه نقطة والقلب الطيب القلب الأبيض. والله أنا أحبك جدا يا أبو فهد. يقول لكم سعود فهد السؤال مهم للشباب اللي عندك أبو حامد، وش تخطيطاتكم بعد البرنامج وبداية مسيرتك الإعلامية؟ وهل فكرت في مشروع تجاري يخدمك بعد البرنامج؟ سؤال لك يا ابو فيصل. اقرا السؤال من جديد لان هنا هذا ما هو كاتب سؤال، هذا كاتب المشروع التجاري مخطط له. انا نونيه هذا مخطط له ان شاء الله. بالنسبه للمشروع الاعلامي ان شاء الله راح عندي دورات ان شاء الله، دورات ان شاء الله بعد البرنامج اباخذها كلها مختصه في التقديم. حلو. بالنسبه لمواصلتي الاعمال التطوعيه ابى اواصل بشكل افضل متطور بعد الاعمال التطوعيه. حلو. هذه اللي نتمناها. وانا شوف راح نكون ان شاء الله تبع مؤسسه ان شاء الله خيريه رسميه. شوف انا عندي كمان زياده غير اذا صرت تبع مثلا جهه رسميه اكيد لازم. هذا شيء ضروري. انت وعمر الملحم هذا ان شاء الله انتوا الاثنين لو كونتوا فريق تطوعي. عرفت؟ شوف فريق تطوعي انتوا الاثنين اللي يراس هذا الفريق حيضرب ضربه ويكون لها انتشار كبير وراح توعون الناس وتعلمونهم ايش الناس اللي تسوي في الاعمال التطوعيه الشيء اللي تسويه وكيف زي ما قلت انت. راح نسوي ان شاء الله مقاطع فيديو صغيره جميل كلها توعيه على الاعمال التطوعيه وفضلها وزي كذا غير الاعمال التطوعيه اللي راح ننزلها فيديو يعني تشجيع لل حلو. هذه تشجيع ايه؟ تشجيع ترى للناس. في ناس ترى فاضية يا ابو فيصل، في ناس ترى متكية في البيوت. عرفت؟ متكية في البيوت ما تستغل نفسها لا اخذ اجر ولا هو اللي يحرك نفسه ولا هو اللي من غير اكل بلاي ستيشن كرشه نوم. لا والله والله الناس فيها خير بس فيها خير لكن في بعض الناس كذا ترى بس تبي لكن ما لقي اللي يحركه يحرك. يا سلام هو لما يشوفك بالسناب ولا يشوفك نفس الشيء وانت رايح ما تزور شيء كذا يتحرك في داخلي يقول ودي اروح معكم. والله دايم في ناس دخلت معي في الاعمال التطوعيه ما كان له اي مجال في الاعلام بس يقول حبيت هذه الشغله. ترى اللي يحب الشغله هذه يتقنها صح. نعم يجيبها صح لو عرفوا فيها من الاجر قبل انك تشتغل غير الاعمال التجاريه. عندي اعمال تجاريه ان شاء الله. اي الشيطان خلاص الشيطان هذا اقلع الشيطان عدوك عدوك. ايش سويت ايش سويت؟ حشينا القباقي مخرج يا المخرج يا المخرج. اوه شيء 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 والله العظيم شيء ما توقعت ان احنا حبيبي اشرف ما تحتاج احد يوصيك انت مخرجنا كبير انت. بياخذ لونق على ذي لين يطلع شوف الفلفل الاسود اللي داخل لحم المفروم بيطلع منه. والله احلى تحيه لمخرجنا اشرف. استاهل تحيه يستاهل كمان يستاهل مهندس الصوت حبيبنا فؤاد ويستاهل كمان صلاح ويستاهل كمان حبيبنا محمد ناصر المتواجد اليوم الساكت ما شاء الله تبارك الله. يستاهل والاستاذ طه الكبير استاذنا الكبير طه. السؤال كذلك لك يا صالح. لبه الله يلبيك يا حبيبي. يقول وش تخطيطك بعد البرنامج وش هدفك الاعلامي وهل هناك مشروع تجاري راح يخدمك بعد البرنامج او لا؟ والله المشروع باذن الله كرك. هذا المشروع التجاري كرك الزهيري. اي والله ذوق. ايه سلمت ذوق. لا مش هذا مش هذا مش هذا عرفت ذوق اللحم صالح نبه
لحم عامل. لا مهم. ذوق اللحم. مين هذا؟ ما تشتغل. لصالح. ذوق اللحم. دقيقة يا أبو حامد. أقول لك عبد الله شلدي. سلم تعبد. سلم تفلح. من ما قلت لك الكرك. أما الإعلامي. ألبوم إن شاء الله. عرفت. يجمع أعمال جديدة مع قديمة. ها؟ لا بحاول إنه يكون جديد. بس الألبوم بيطول أكيد. لكن بحاول أنزل أشياء سينجل. تذكرني منه. ذوق قبل معي. لا خلصت من دافنا على ما خلص دي ها؟ وين الخلاط؟ ما شيء؟ ما تشتغل خلاط؟ ما تشتغل ما تشتغل لأني أنا ما أخذ الكهرب. طيب كيف أشيل الكهرب الحين؟ هناك هناك هناك. أفصل أخلط ورجع كهرباء. أفصل. إذا صالح حبيبي. أفصل. أشتغلها ورجع كهرباء. إن شاء الله أنزل أعمال سينجل. وإن شاء الله إن شاء الله إذا الله يسر. مؤسسة والله ما يعني ماني متأكد لكن إن شاء الله إن شاء الله إني أنا بسوي مؤسسة إعلامية. جميل الله يقويك يا حبيبي يوفقك يا صالح وياك إن شاء الله. بندفن التخطيط اللي في راسك بعد البرنامج إعلامي إعلاميا وتجاريا. إعلاميا طال عمرك إن شاء الله بحاول إني أنزل مقاطع فهمت. إذا ما كانت خيرية تكون إن شاء الله شخصية عبد الله بندفن في الغرية. جميل فهمت. كوميدية مزح ضحك بيكون بيني وبين كثير من اخوياي تعاون علشان ادعمهم طبعا هذا الشيء. اها وطال عمرك الشيء الثاني طال عمركم تجاريا ان شاء الله انا عندي مشروع في ابو ظبي اشوف اذا في مجال اقدر انقله الرياض اسوي فرع في الرياض بسوي اذا ما قدرت كفو يكفيني اللي في ابو ظبي. تستاهل تستاهل يا حبيبي والناس المحبين اللي بندفنا بيجون حتى لو يجون هناك. الله يطول عمره لا يستاهلون انا اللي اجيها. تستاهل يا حبيبي. ايش قاعد تسوي؟ ما ادري انا فته يا اخي شكلها زان لي ما ادري ليش زانه زانت لي يعني عجبتني والله يا شيء شيء شيء. ذقت اللحم؟ ها؟ كيف اللحم؟ شين صدق؟ لا هذا والله ها؟ حلو والله. شوف بعلي ما يسمع. شوف بعلي شوف بعلي حقت بعلي ليش حزين بعلي؟ والله لا 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 انت تكتب على القصيده زي ما انت تكتب على الطبخه. نعم انت تكتب القصيده ليه تكتب على الطبخه زي ما انت تكتب على القصيده. ايش يقول؟ يقول لا تكتب على الطبخه اكثر ما انت تنتبه للقصيده. علي ليش اقول لك القصيده طبختي انتبه لها وبفوز وانت ها متاكد باذن الله. طيب تحدي تحدي والتحدي يبي فرسان ولا في حبه خشم ولا محنيه. 10 مرات هذا القوطي المزاز تلقاه في الدكان ولا السيف ابو حدين تلقاه في المطبخ. كفو 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 محمد كفو 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 ابو علي كفو. وش المراحل اللي وصلتوا لها يا شباب؟ المراحل ان شاء الله قريبه خلاص انا صف الحين اذكر انكم صفيتوا قبل شيء. لا 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 هي تجي طبقتين ما تجي طبقتين. جبينها الحين هذا الخضار شيل الغطرة من فوق الفرن يا حبيبي. ها؟ الغطرة؟ ما بندفنا يا بندفنا حبيبي بندفنا شيل 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 الشماغ حقك. فكنا من كلمة الحمد لله على السلامة. ليش شيله؟ عشان الفرن. ترى يحرق. صاحي ذا. صبر صبر صبر. صبر صبر خل خل. يحرق يا قلبي يحرق يحرق. حط يدك تشوف. جيب الريحان جيب الريحان. مقاد مقاد. هو مقاد. لا 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 سبانخ. سبانخ. هذا شو هذا؟ ترى شغلني من قبل شو هذا؟ هذا ريحان. ريحان بس انا اظني اقول لك اظني هنا. لا 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 حط حط هنا حط من شوي بس بس سكري. تدري الصبانخ حط مع الخضار. اسمع 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 صبانخ قط قطعها ورق حط مع الخضار. هاي هذي هاي لا ها حرام. وش بس السبانخ اخر شيء فوق. شلون فوق سبانخ؟ وش بندفن اخوه؟ عبد العزيز عبد الله عبد المجيد الفوزان برضه في لمسه حلوه. اي صحيح صراحه يعني في ناس في ناس والله عمالقه صراحه. ها؟ اقول لك والله وين بين الطبخ وين الطبخ وين انت؟ زين اخوي وين؟ ها؟ اخوي من؟ اقول لك انت قلت اخوي. ايه انا سمعت اخوه. انت قلت عبد الله بندفن اخوه. ايش دخلك في الامارات؟ ولدي ايش دخلك؟ بابا تسب اخوي ليش؟ بابا ايش دخلك في اخوه؟ بابا خوش دخلت فيه بابا طيحنا الميانة. ايوه بابا اخوي ما طيح الميانة الليل بابا
بابا ولدي محمد يا حبيبي. السؤال نفس السؤال اللي سألته للشباب. عدينا وعدنا بعد شركة اسمه مشروع إعلامي وكذلك مشروع تجاري، إيش اللي في بالك؟ هو إعلامي تجاري اللي مؤسسة دعاية وإعلام وإعلان. إعلام وإعلان يعني خاص بالإعلان والإعلام؟ إعلام وإعلان إيه. مسارات العمل فيها كبيرة. إيش تحتاج فيه يعني مثلا؟ هذا كله مو تحتاج فيها استوديو منقطع، إحنا بناخذ اللي نبغى. مسارات العمل فيها التسجيلات الصوتية، الترويج، المواقع اللي هي المواقع الإلكترونية، إدارة المؤتمرات، تصوير، توثيق، ترويج، عارف؟ حلو. فبتكون مؤسسة إن شاء الله تعالى قدر الإمكان نخليها خليجية عربية، يعني ما تكون بس عمانية إن شاء الله وربك يعني يسر. يعني شيء شامل للعرب جميع إن شاء الله. الله يوفقك يا حبيبي. آمين يا جلال. يسر أموركم. تعال عطنا صفين هنا يا حبيبي، خلنا نلعب. عطونا صفين. لا لا ما لا ما في ما في هذا ما يكون معه. عند الحين نبغاه يعطينا اياها لايف. والله لايف ما نبحافظها يا ابو صالح. لبس. كثير من الناس يسالون يقول صالح يقول لنا في زد فرصتك بعلمكم سالفه مهرجان المدينه. اذا صرت البرنامج ذكرها. والله انت موجود معنا. انا ما وعدت الجمهور اقول لا بس انت موجود معنا صح؟ طيب روح لا عشان تشهد باللي صار. لا انت تركي الشهراني لزقها في لحيتي وانا ما ادري ايش قال. يوم طاح المسرح هذا طاح تغريبة. ها طاح تغريبة. ها قال ان صالح السبب. شوف احنا حضرنا مهرجانات كثيره ولا قطع لا عمره طاح المسرح. صلى الله عليه وسلم. انت شفت المسرح عجب ترك كذا تشوه السماعه. شفت المسرح عجب؟ ها؟ لا والله ما شفته. كلمت صالح قلت لا والله ما شفته، انا اللي اخبر انهم راح ازاروه انت وعبد الله الجبيري وزياد الشهري. ما لا ما زرنا. ها؟ والله ما جيت. هذا عبد الله الحاله. والله انا زار الحاله اليوم اللي قبله. في ذمتك. والله انا زار الحاله. تراني اسمعكم ذاك اليوم ذاك الحين ما في ثنيانة قوية. اسمعكم تقولون ان في واحد قبسه. في ذمتك من هو؟ زيد رصيدك خمسة. اللي كان انت وكذا. كان في واحد حظه شيء. عرفت؟ كان الحظ معه يمشي يعني تخيل كان عنده حفل في مهرجان عنيزه والله بعدين شفتني حودي رجع المدينه ذاك اليوم والتقى حفل لا والطياره كان فيها مشكله يوم جت تنزل بعد طيارته اتذكر قول لا اله الا ما اذكر وعندك تقول السلامه كانوا رايحين تركيا ذاك اليوم كان عندهم اظن وجات تفجيرات وجاء ذاك اليوم مشكله في تركيا اعوذ بالله فالإنسان فيه شوية قلعة مسكين خاطره ما هو الحظ معه ما هو مصباك الزود إيه فدمرنا كلنا لذاك اليوم أنا وأنت وجمعان يعني مهم 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 مني أنا وتركي يا أخي أنت شو مشكلة فيه أنا جيت مرهق جاء في راسي ذاك اليوم مرة ما نمت وجيت وصلت شئتك اللي في المهرجان جبار الله يخليك الله يسعد درج جيت ذاك اليوم طول عمر سلامة وارقد قلت بيقوموني هناك الفندق الخايس العصر عرفت قلت بيقوموني العصر حولها اقول لك صحيت الساعة 7 وربع كذا قلت يا ولد اعوذ بالله من الشيطان حطها ليه كنا في الحو خلوني من حفل من برنامج ما هداي خالد واخش ايش اسمه الواتس لا تحطها فوق صبر اقول لك هو ابدي ولا لا اله الا الله لا اله الا الله بغي شوط جوالي مع الايباد خله ذا سلام يا ابو حامد ما عليه تقييم ذا ما له دخل والله ما له دخل نهائيا احس انه اللي داخل والله اقوم يا صالح ملخبط ها تعرف اللي يجيه اول مره يجيني نبض هنا عاد صلينا المغرب سوا تدري كلنا كان عجال وصلنا الحرم لا اله الا الله ذاك اليوم جاء سبحان الله مطر مع هواء يقولون ما تخيل جاء فجأة ذاك اليوم يا أخي بس اليوم اللي قبله علمني تركي يقول ما شاء الله تبارك الله زين لوز المدينة بس شوف ما شاء الله في 4 أيام طال عمرك كلهم جايبين مسرح أحلى من الأول إيه ما شاء الله تبارك الله إحنا يوم جينا المرة الثانية ما شاء الله شاء الله إن اللحم حقك يستاكل طبعا
أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين، تذكيرا فقط لوقفنا وقف. اي والله الله يجزاك خير، تراني السفير يا ابو حامد. اللهم لك الحمد. باقي 10%. الوقف قائم على الله ثم عليكم. نتمنى اليوم فيه او بكره، بكره باذن الله بيكون اليوم ولا بكره؟ اليوم صح؟ جد خيرك؟ اليوم جد خيرك؟ لا، يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء ولا الاربعاء؟ يوم الثلاثاء باذن الله. انا اعطيت المقترح البارح يا ابو نبغى باذن الله يوم الثلاثاء في الخيمه نفرح باكتمال الوقت ان شاء الله. انه قبل، وزي ما قال حبيبنا قبل، انتم اعملوا اللي عليكم والباقي على الله. وترى اذا نشرت بوستر او نشرت اي حاجه بتطلع لك باذن الله يوم القيامه تحصلها ان شاء الله. انا اقترحت عليهم اقتراح الدال على الخير كفاءله. الحسابات زي ما انتم شايفين طالعه على الشاشه. ناخذ اقتراح حبيبنا صالح. لو كل عائله، بس كل عائله اتفقون انهم يطلعون 100 ريال، كم عائله عندنا في السعوديه؟ ماجد، لو كل عائله 100 ريال صدقه عنه وعن عياله وعن شيبانه وعن موتاه وعن نفسه، 100 ريال. انا اقول لك اقل شيء مثلا 100 ريال، اللي يقدر 1000 يحط، اللي يقدر 1000. لو اتفقنا كلنا اليوم كل واحد يمر الصرافه يودع 100 ريال، باذن الله نكتب الليله. والله انك باذن الله. انا اقول لك اقل شيء 100 ريال مثلا. صادق؟ يعني يطلع على كل فرد كم؟ 10 ريال؟ والله العظيم انها ولا شيء، والله انها ولا شيء. يلقاه يوم القيامه وبعدين قران، يعني انت قاعد تخدم القران. ولو شافوا الاطفال اللي جاوا هنا، يعني طفل هذا طوله متخرج من الجمعيه حافظ القران وبيعلم، واللي وراه بيعلم. أيوة، واللي وراه بيعلم. اي أيوة والله، ايش لهم من الاجر؟ اي أيوة والله. اول شيء وقف جاري وعن القرآن الكريم، صدقة جارية، وثاني شيء عن القرآن الكريم زي ما قلت. كل اجتمع تعلم القرآن وعلمه والدال على الخير كفاعله. إذا ما تقدر تدفع من جيبك، عندك يا طول عمر السلام أهل الخير، اجتهد، انشر، برع، انشر زي ما قلنا، ذكر الناس. أنت ترى لو اعتمدتوا على النشر والناس اللي تدفع، نعم، هذا بعد الله بإذن الله أنه يكتمل وقفنا لهذا الأسبوع أو لهذا اليوم بإذن الله. نبغى بإذن الله يكتمل ونشوف الحفل اللي بنسويه والحاجات الزينة. بندر حبيبي، يقولون بندر دامه عند الأعمال التطوعية والحاجات هذه والمبادرات، ليش ما يحيي الأسبوعين هذه؟ لأنها تعتبر من الأعمال التطوعية والحث على الأعمال التطوعية، اللي هي إحياء الصيام الاثنين والخميس. يقولون لو وجاء صالح ايش اسمها بندر وكلم الاداره قال يا عرب حنا بنصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، دوروا لنا اسر منتجه تجيب لنا اكل ذاك اليوم، يجيبوا لكم يا طول عمر السلامه فرش الفرشه هنا في ذي نسوي اعلان، وحبيبنا ياذن قدامكم وانتم تتغدى تفطرون. انا شف يوم طلعنا حمزه رصيدك السنه اللي راحت، صاحب الفكره الله يكتب اجره ان شاء الله، صالح التركي الشهراني اللي حقت صيام الاثنين والخميس، وكنا نصوم. بعدين يوم طلعنا من البرنامج تشوف يا اخي مقاطع لك وانت على السفره كذا، تخيل تاخذ اللونج السفره كامله كذا وانتم مجتمعين، والعمال حقين المحلات معكم تفطرون، حثوا على ايش اسمه الصيام، علقوا اوراق في القريه انه بنصوم يوم الاثنين والخميس. فهذه تعتبر من الاعمال التطوعيه اللي يقولون نتمنى بندر يفعلها في البرنامج لكي يبقى له الاجر، يبقى له الاثر، وياخذ اجر الشباب ذولي الكويسين معه. باقي هذا الخمس ترى زينه، ترى كنا نصوم، عرفت؟ اجر وفي نفس الوقت بلاش اكل يجي في حياتي من الاسر المنتجه، اكل اكل في حياتي. بعدين كان يوم الاثنين كان يجيب لنا الشيخ بدر المشاري الله يبيض وجهه يطول في عمره، ابو عبد العزيز، كان يجيب لنا يطول عمره السلامه اكل من البيت. ودكم ان ما هو اثنين وخميس، اثنين وثلاث وخميس. باقي في مخي، ما هو في لساني ولا في بطني، باقي في مخي. لبيه طعم جريش جابه. اي فوق يحفظك. لا قلت 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 لا لين بعد الفطور كلكم كذا على طول رحنا على. لا والله لا ما هو غلطان، على طول رحنا عنده في المسجد نسمع من المحاضره الزينه يوم الاثنين، خواطرنا زينه، اكلنا وشبعنا، فكانت ايام والله حلوه. وعلي وش فيك؟ انتم احيوا هذه السنه حبيبي صالح، خذ اجر، خذ اجر. والله خالد العميش، خالد العميش ترى هو بدر فيه، بس احنا الفتره الاخيره قصرنا في التذكير فيه.
والله خالد العميش كان مسوي حتى سبحان الله يقول لنا نفطر سوا احنا والشيخ بدر كان يقول لنا واحد من الشباب كان يقول والله يا اهلي انهم كانوا يفطرون ويصومون اذا شافوكم صايمين ترى خير لكم انت لك محبين اقتدون فيك صادق. اذا شافوك تصوم بيصوم شافوك تخطي يمكن يخطم معك شافوك على صواب بيصيبهم هذه هي اعطنا هجينك صغيره ولا مسحوب صغير انا بحافظ شيء من هجين بيتين وقد صديت اعطنا مسحوب صغير انا اسمع صوت انا قلت صالح انا اذكر قلت صالح عقلي انت قلت صالح ولا قلت بن دفنه اوكي صالح هو قال صالح وحلف بالله ما قال بن دفنه كلا ما جاء لا لا جاء نيمان الديره بلا كان ما هي ديره اللي ولا فيها هلي لنا سجار رجلا واعطي معنا جلا ثم عود عقب لد لا جمع شيء بمهالي يا لطيف الروح لا تحس من قلبي سل على ومن خلف وادي لحبك مدهلي يعطي الدنيا واهلها علشانك جلا وادري انه من هبالي ومن زودي جهلي الله الله صح ذي الصوت وصح ذي الفم الزين والمنطوق اقراها بسالك سؤال ايه او لا او ممكن طيب او بعض الاحيان أوبك يا الولد تهجيني جعبان تهجيني طيب بندر العلي ها قائد ها خلاص طبيعته اللهم لك الحمد مخلص يمكن له ثقبه اللهم لك الحمد يعمل مدة طويلة ويجتهد لإنجاز واجباته مدة طويلة حسب العمل حسب العمل يقظ وشديد الملاحظة يعني الرجال ذاك عارف ايش في خاطره نعم. جميل يتخذ القرارات بناء على المنطق والتفكير العقلاني اكيد يحترم التنظيم الاداري يا سلام اهم شيء يحب البيئه المنظمه اكيد راح اشوف سريري بس والله العظيم يستطيع القيام باي شيء ان اراد عمل طيب يحب يكون المواطن الصالح ويقتدون فيه الناس هذا من أهم الصفات لازم كل شخص إنه يعمل عليها يهمه المجتمع وسلامتهم يكونون في أمن وأمان نعم جميل هذا من العلامات التطوعية أصلا يقولون فيه نقاط ضعف بندر أيوه في كثير من المواقف يحس إنه الصح ويحارب إنه صح حتى لو كان على غلط أحارب إيه أو لا لا يعني يميل للاعتقاد بانها على حق في الغالب. طبخ كامل خلاص؟ لا ما اتوقع. طيب. محاسبة الاخرين بدل محاسبة نفسه. لا انا ما احاسب الاخرين، اول شيء احاسب نفسي بعدين احاسب الاخرين. يعني بعدين انا ما احاسب الاخرين، انا احاسب الاخرين مثل صالح احاسب بيني وبينه. جميل. خذ راحتك يا حبيبي. اذا في عندك مشكلة او عندك حاجة تتفاوض فيها ما يميل للحل الوسط يعني بيني وبينك لازم يا شين يا زين صدق الكلام هذا لا ما تحب الحل الوسط لا أنا دائما لا والله أحب الحل الوسط يعني اللي يرضيك ويرضي عبد الله بن دفنة أكيد جميل دائما أحيانا أتقدم أقدم تنازلات على حساب ما أخسر رفيقي بعد بندر العلي كثير يمر عليه أعمال شاقة لكن متعود عليها والله عمل شاق مرينا فيها كثير الصراحه لكن الحين لو جاك عمل شاق متعود عليه عادي ما تمل ولا تكل منه البرنامج هذا اكبر اكاديميه يا رجال مو شاق قله نوم اعتماد على نفسك اكل كل شيء غسيل ملابسك انا اعتبره عمل شاق كيف تتعامل مع يوم كيف تتعامل مع الناس اللي ينقدونك اللي ينقدوني بالعكس ما انا وجهه نظر اخذ منها اللي يجوز لي واللي ما يجوز اخليه فليش ازعل اصلا؟ ليش بالعكس
الانتقاد دائم من سواء شخص محب او غير محب هذا شيء ايجابي لك انت تشتغل عليه. حلو. بس انك ما تتحطم ولا يتاثر في الكلام. اذا انت بتناظر في الكلام ذا او تقعد بس تناظر بالاخطاء اللي عندك وكلام الناس ما راح تنجح. يعني تاخذ الزين وتخلي الشيء. اشوف اللي انا يفيدني اني انا اشتغل عليه ويفيدني باخذه، ما يفيدني اهم سله مهملات. جميل حلو. حبيبي يا محمد الله يسلمك حبيبي، تسلم تسلم عيونك. فيه ايه لا تفضل شوي يعني بدون ما شو اسمه ذا تصير زي خوين خذ ادهر ليت ماري تريلا تريلا في الاخر قلت له يعني تاخذ الزين وتخلي الشين. قال ايوه احنا نبغى زين. يا قلبي محمد الدوالي اذا هي في شخصيه تقول ايه لا تم. الشخص مهذب وهادي وطيب القلب. نعم. يقظ الضمير. نعم. دقيق الاحساس. نعم. لا يطالب الكثير من الاهتمام ويقابل اللطف باللطف. نعم. يعني ما اي ما يتشرط ويطلب. جميل. ورش عليه ذا ابشر فوق تحت ولا فوق؟ أول يرغب ان يكون عضو فعال في المجتمع. طبعا. يستمد طاقته من داخله وليس من غيره. صحيح. صحيح؟ صحيح. يعني ما تتكل على الناس، تحب ان تتكل على نفسك. ما حك ظهرك مثل ظفرك. فتولى انت جميع امرك. لا والله اني احب احد حك ظهري، ما احب احك يدي. يمكن الاعتماد عليه في متابعه العمل. يعني في عمل يعني وراه خمسة نقول يا أخي محمد الذهلي كويس للعمل هذا، خلوه هو اللي يتابع وراه لين يغلقه. هل هذا صحيح ولا أنك تمل وتكلم بعض الأوقات؟ يعتمد على العمل. تعتمد على العمل. جميل. لا يسعى خلف السلطة. لا. ما لا يعني ممكن أسعى أني أكون رئيس حاجة معينة أو قائد حاجة معينة. أسعى يعني للسلطة. يحب أن يرى الأفضل في الناس أكثر من نفسه؟ أحيانا نعم. أحيانا. بندر حبيبي تعش روح الذن. أنا ما أدري ما يبغى نذن ما يبغى جر. يقول ما يبغى جر. لا هو قصده عشان ما يخصم على صاحب الأذان. أنا المقصد حاطين جدول عشان ما يخصم يعني صادق. لا المالك ما حد يخصم على أحد روح. بسم الله. طيب يفضل أن يبقى متحفظا ولا يكشف للناس عن نفسه كثير. إنسان غامض. لا غلط. كتاب مفتوح يقدر يقرأه الجميع. للأسف الكتاب مفتوح. ها هذا جل. نقاط ضعف في شخصية محمد الذهلي وما هو بكثير ترى. يعني يكره الخلافات والصراعات. أكره الخلافات والصراعات لكن نقاط ضعف تبغى يعني أنا أذكر لك نقاط ضعف فيني. أذكر لك. لا لا بذكر لك عادي والله. يلا روح. انا بحكم اني انسى كثير لكن معالج هذه نقطة الضعف انه عندي نوت اكتب فيها الاشياء. عندي نقطة ضعف لكن معالجها. عندي نقطة ضعف انه اذا ما اسوق السيارة اركب فيها انام. انام. حلو. اذا ما اسوق انام. حتى لو كنت يعني متصحصح الا اذا سوالف وفلة وكذا. اما جاب كذا راكب روحي وبعد يوم جهي انام للاسف يعني في السياره. طيب سؤال يا حبيبي ثاني. ليش تخاف من الظلمه؟ محمد الذهلي يجد صعوبه في التعبير عن مشاعره الداخليه؟ لا ابدا ابدا ابدا. دائما تحب تفضفض وتعلم الناس اللي في خاطرك. اي مره عادي. توصل فكرتك للناس ولا ما توصل؟ باسرع ما يكون. بعد باسرع ما يكون مره. يحتاج لتلقي ردود الفعل ايجابيه ودعم مع انه لا يطلبه وقد يكره ان يمدح كثيرا. صح. ها صح. ما تحب احد يمدحك يعني اذا المدح المبالغ فيه له او مدح خلف من بغيابك منك. في غيابي اوكي في غيابك هذا خليه ياخذ راحته. يكثر زياده ملح. يكثر على راحته. لانه هو ذاك اكثر صدقا. جميل. محمد الذهلي ترى من اجمل تحليل الشخصيات اللي مر علي. يعني شخصيتك ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا. عزيز وغالي يا جماعة. عبد الله بن دفنة. حنون. حنون. يا لبي في إحساس إنسان. سؤال لي أنا حنون؟ إيه. والله ما أدري. شوف أنت في شخصيتك أنك إنسان حنون. ها؟ إذا في حاجة أقول إيه لا. يحب الناس والناس يبادلون هذا الشعور.
والله انا احب الناس لكن يبادلون الشعور ان شاء الله. يعني تحس ان الناس اللي تحبهم يحبونك في نفس الوقت؟ والله الشباب اللي حولي احبهم ويحبوني، واحس العالم بعد احبهم ويحبوني ان شاء الله. سريع الحماس والاثاره جدا، يملك شخصيه قويه جدا. الحمد لله واثق من نفسي. هذه ايوه بقدر اجاوب عليها. اللي يحبوني ما ادري يحبوني ولا لا. ما ادري انا ماني عارف. طيب مترجل جيد، سريع التكيف مع البيئه، تتكيف بسرعه؟ مترجل جيد يعني اتكلم بسرعه. نعم الحمد لله. تتكيف مع مع اي جو امشي؟ والله نعم. يعني ما تعبت في بدايه البرنامج؟ لا والله ما تعبت، عشت من اول ما دخلت الفندق وني قاعد سوالف وضحك عندهم. طيب يحب يكون في محط الانظار؟ يحب الناس انهم يقولون بندفنه؟ ها؟ يحب يكون في محط الانظار؟ لا والله ما بيحب. لا والله لا. متاكد؟ لا والله ما داني احد يمدحني، والله اتكلم صدق، والله والله العظيم اني ما داني احد يمدحني. اوكي طيب علم، لان النفس اماره بالسوء. يقول لك مع عبد الله بن دفنه يخاوي جميع اصناف الناس فعلا، ولا عندك ناس محددين تخاويهم؟ اخاوي الناس اللي ما في سلبيه قويه اخاوي. لا في ناس يعني ما لها دخل، يعني اذا الحين واحد نفس الشيء هذه من الله لكن تخاوي عادي. اماشي اماشي، لكن اخاوي اخاوي لا اماشي. عنده مهارة تعامل مع الناس ومع الآخرين. أقدر أقدر أمشي واجد. قوية عنده هذه. هذه مهارة التعامل مع الناس. أبشكي عليك. جميل ما شاء الله. ما شاء الله. فين شخطت بذي؟ ها؟ في ذي الفرن. حدك فين؟ ها؟ ذي يعني هذا. كمل كمل. طيب. بارع في توفير الرعاية العملية للآخرين. كيف يعني؟ كيف يعني؟ بارع في توفير الحياه العمليه. ايوه الرعايه يعني العمليه. خالد يبغى يطبخ، مع ان هذا شيء عكس كلامنا، انت جيت تهيئ له تقطع له البصل وتسوي. لا انك لا. تحاول تساعد الناس في حياتهم العمليه. والله احاول لكن في الطبخ لا. لكن ما في يعني واحد بغى يقول سالفه احاول اقدم له، احاول اعطيه جوه، احاول اسوي رقم مرات متاثر. طيب بن دفنه، في طبيعه حياتك تحب تمتع الاخرين بالقول وبالفعل وتحب تبسطهم؟ والله نعم هذه في ذمتي انا، انا من الشاهدين. طيب في شيء في بن دفنه مو حلو؟ مو حلو؟ يكره الروتين ونفس ال يعني ما يحب يوم يتكرر نفسه. صدق لما اجتماع امل يعني تحب التقيير؟ احب اقيم بالاخير. تكره النظام الروتين الترتيب؟ انا وياه وشرق ولا غرب، فوضوي درجه اولى. يعني ما تحب لو دخل سري، لو دخل كبتي مفتوح مشرع، الدنيا مخبوصه فوق تحت. غير مبالي في الحياه، اهم شيء استمتع في الحياه. لا مبالي لكن غير منظم. مبالي اذا اخذت شيء هم عندي ما انام. يعني عندي شغل مثلا بكره بخلص اشغال مستحيل انام، لكن اشغال ادري انها بتمشي امشيها. طيب اخر نقطة ضعف في عبد الله بن دفنه، ايه او لا بدون ما تبرر بدون ما تقول. يعتقد الجميع ان النقد الموجه، يعني يعتقد بن دفنه ان النقد الموجه له بانه مؤامرة لافساد متعته وافساد حياته، ايه او لا؟ على حسب الشخص باختصار. اوكي اوكي. حبيبنا صالح الزهيري الدبلوماسية. يلا باقي دقيقة بناخذ صالح الزهيري. هذا من الكاتب هذه. اجي اسمع لك بنعطيك يا حبيبي. صالح الزهيري طيب القلب، متعاطف، متعاون جدا، مخلص، مستمع جيد. مستمع جيد؟ اي نعم. يعني ما تحب تكلم واجد؟ لا احب. لكن الاستماع عندك واجد؟ احب. ليه؟ لانك يا اخي احط نفسي مكان المتحدث لو انت. الله طيب. الكثير يبذل الكثير من الجهد لانجاز مهمته. اي في ذمتي هذه. يندمج مع مختلف الشخصيات. ايه تقدر تقول. لديه قدره جيده على الترتيب. اي ترتيب احب. يحترم القوانين والعادات والتقاليد. نعم. لديه حس قوي بالمسؤوليه. نعم. يمكن الاعتماد عليه. هذا انا ما احكم على نفسي، الناس صح. اللي يحكمون. صح. خلاص انا اقول نعم. لديه موهبه في شيء اللي يسعد الاخرين، يعني الحاجه الفلانيه تسعد. هذا بعد انا ما احكم على الناس اللي يحكمون. اوكي. قادر على الانسجام مع المحيط اللي حوله. اي هذا غصب، الزمن خلاني اقدر ولا عايش في حياته بالرضا. اي راضي بكل شيء. انسان يحب الصعوبات ويحب ال مو هو بمحبه كثر ما تعودت، خلاص صرت متعود عليه.
اوكي، نقاط ضعف اللي هي نقطتين، يكره الصراع بشكل كبير، يعني ما تحب المشاكل ولا تحب الحديث. اي اهلا ما احب. يعني يجد مشكلة في قول لا عندما يطلب منه شيء، يعني ما تحب تقول لا. اذا انا اعزائي المشاهدين واعزائي المتابعين، شكرا للي قاعد يحلل الشباب يحلل شخصياتهم، شكرا لكم انتم متابعين الاعزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بنصلي العصر وراجع لكم باذن الله من سجن واحد من الشباب ذولي. تحدي حان اظهر مهاراتك، يلا 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 زد مهاراتك، من ذاق طبختك اعتمدها لو ياك ليدينه بعدها، من ذاق طبختك اعتمدها لو ياك ليدينه بعدها. زيد 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 رصيدك، زيد 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 رصيدك، يلا 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 زيد رصيدك، يلا 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 زيد رصيدك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله.